يا ويلكم يا ويلكم، يلا بينا بقى نبدأ في البروجكت الثاني. فانا هاجي هنا اعمل ستارت نيو اندرويد ستوديو بروجكت، وكالعاده اختار امتي اكتيفيتي عشان خاطر انا اللي هعمل الديزاين، والابلكيشن نيم بتاعنا هيكون اسمه جعان. يبدأ هو دلوقتي يعمل لي كرييشن البروجكت بقى كالعاده يعني، ويخلينا بقى كده يعني هو بيخلص بقى البيلد بتاعه براحته. فانا هاجي هنا عند الاكتيفيتي من دوت اكس ام ال، واكليك على الصوره اللي هي معاها التكست لحد ما هو يخلص بيلد براحته يعني. طيب حاليا احنا هنبدا بقى نعمل الديزاين. بس لو انتوا خدتوا بالكم ان الديزاين نفسه هو عباره عن ان انت في تكست وفي صوره، ولما انت تدوس على بطن فالصورة هتتغير والتكست هيتغير، فانت كده ساعتها هتكون شبعان. وطبعا عشان انت او عشان الاندرويد كاندرويد كاركتر بتاعنا يعني جعان، فانت لو دوست على البطن تاني هيرجع جعان يعني. فده اللي احنا هنعمله عشان خاطر كان في حد طلب مني ان هو كل ما يكليك على البطن يبدأ مرة يكون جعان ومرة مش جعان يعني. فخلينا نعمل الديزاين. هو بكل بساطة لو انت شايف الديزاين قدامك فهو عبارة عن صورة تحتيها في تكست، وتحت التكست ده في بطن، فكلهم حاجات تحت بعضيها. يبقى انا مش محتاج الكونسترينت لي اوت، والاسهل عليا استخدم لينير لي اوت. وايه اللينير لي اوت ده؟ سريعا كنا بنقول لينير لي اوت ده فيو جروب، يعني انفيزبل كونتينر بيكون جواه حبة فيوز، بيسمح لك انك تحط الفيوز بتاعتك يا اما تحت بعضيها يا اما جنب بعضيها. طب باي ديفولت هي بتكون موجوده جنب بعضيها، طب ازاي تخلي الاورينتيشن بتاعها يختلف؟ عن طريق الاتريبيوت اللي اسمه اورينتيشن، وطبعا ده بديهي، وبتختار هنا فيرتيكال. نبدا بقى نديزاين اليو اي بتاعنا. فادي هنا ايمج فيو، الويث بتاعها عادي اخليه ماتش بيرنت، الهايت ممكن اخليه مثلا 350 دي بي، او عشان اكون ماشي بشكل كويس يعني ان دايما اي حاجه في الدي بي بتكون مضروبه في 8 يعني. فلو جينا مثلا ممكن نخليه 320. وهنديها اي دي. ليه هنديها اي دي؟ عشان احنا حاليا هنغير الصوره من خلال الكود، يبقى انا محتاج الاي دي هنا عشان هغير من خلال الكود. لكن لو انت في كونسترينت لي اوت فانت بتكون محتاج الاي دي عشان خاطر لو هتناديها من خلال الكود، او عشان لو هتعمل ريليشن ما بينها وما بين فيو تاني. فهسميها هنا اي في اندرويد. لسه عايزين بقى نجيب الصورة، فهلاقيها برضو عندي هنا على الديسكتوب، هعملها كوبي واجي هنا جوه ريس دروبل كنترول في، طبعا هنا اختار دروبل وادوس اوكي. نبدأ بقى نستخدم الاتريبيوت اللي اسمه اس ار سي اللي هو اختار لسورس، وانادي على الصورة بتاعتي. طبعا انا متأكد ان هي مفيهاش حروف كابيتال ولا سبيشال كاركترز، وهنادي على الصورة اسمها بيفور كوكي، والاقيها هنا ظهرت عندي. فدي كده اول حاجه من بوزيشننج الفيوز. طيب بعد كده في هنا عندي تكست فيو، فالويت بتاعه هيكون راب كونتنت والهايت راب كونتنت، وبرضه هيكون لي اي دي عشان هغيره من خلال الكود او تحديدا الجافا كود، واسميه تي في اندرسكور او كفايه تي في اللي يختار التكست فيو يعني. طبعا انت بتسميها اي حاجه انت عايزها. وبعد كده كان مكتوب فيه ايه التكست فيو ده؟ كان مكتوب فيه هنا تكست، التكست ده مكتوب فيه هنا اي ام، خليها اي ام جعان بقى عشان يكون باسم الابلكيشن. فا اي ام جعان دي اللي موجوده قدامكم. انت هنا خلاص عايز تسيب هارد كود براحتك، بس احنا عرفنا في البروجكت اللي فات ان انا خلاص بقى هاجي هنا ايه وادوس الت انتر اكستراكت سترينج ريسورس وادوس اوكي okay. ولو حد مش فاكر سريعا باجي هنا في values strings dot xml، والاقي هنا اتضاف لي ايه string attribute. لو مش فاكر دي مشروحه بالتفصيل في البروجكت اللي فات، او في فيديو اصلا بيشرح ايه strings دي، هتظهر في الاي اللي على الشاشه. نيجي بعد كده ايام جعان دي ممكن نعملها بقى يعني كتكست سايز، ممكن نخليه مثلا 32 اس بي. اكشولي انا كنت قافل النملق فهفتحه بقى وهنا عشان ال 32 تشتغل يعني. ايه الكالر اللي احنا عايزين نعمله؟ هيكون بلاك. طبعا احنا عارفين ان احنا نكتب الكالرز بعد كده هنا فين؟ في الكالرز دوت اكس ام ال. ف
نيجي بقى تاني نعمل له مثلا مارجن توب ليكن 16 دي بي، عايز اجيبه في النص. فانا دلوقتي حاليا هل عايز احرك اللي جوه الفيو ده ولا الفيو جرو الفيو سوري التكست فيو نفسه؟ انا عايز احرك كده التكست فيو دي البوردرز بتاعته اهي، عايز احركها كلها اجيبها في النص. طالما انا يبقى انا كده عندي مساحه من خارجيه، احنا في مساحه خارجيه دي بيكون عن طريق المارجن، طب مساحه داخليه عن طريق البادنج. طب افرض انت بقى في اللينير لي اوت عايز تحرك فيو على طول، دي مثلا في نص الصفحه، مش هتقعد بقى كل شويه تجرب مثلا تقول له ما تجرب لي كده مارجن ستارت ده خليه 32 دي بي، طب ما تزودوا لي كده خلوه لي 64 دي بي، احنا مش هنقعد نجرب بقى يعني، ده طبعا حاجه مش لطيفه خالص يعني. فانت بكل بساطه كده بتيجي تستخدم اتريبيوت اسمه لاي اوت جرافيتي. فلاي اوت جرافيتي دي يعتبرها كده زي المارجن، بس هي بتحدد لك نقط معينه تحط فيها الفيو بتاعك. طب جرافيتي دي زيها زي البادنج برضو، بتحدد لك نقط معينه للحاجات اللي جوه الفيو. فانا اختار لاي اوت جرافيتي كده واختار سنتر. طب هو ازاي جابه هنا في السنتر؟ دلوقتي انت عامل اصل الحاجات دي فيرتيكال، يبقى بديهيا دي الايمج، وكتبت تكست يبقى يكون تحتيها التكست، فالتكست دي المساحه بتاعته كلها يعني، هو ليه الحته دي كلها بتاعته كده. فانت مجرد بس ما قلت له لاي اوت جرافيتي سنتر، فعشان كده جابها لك ايه في السنتر، ما نزلهاش فوق ما طلعهاش تحت كده يعني، خدت بالكم ما نزلهاش فوق ما طلعهاش تحت. المهم فهتيجي هنا بقى تعمل ايه بطن، فالبطن ده هتلاقي هنا في ويث مثلا ممكن اخليه ماتش بيرنت، ممكن الهايت نخليه راب كونتنت، وممكن بقى نعمل له تكست. التكست ده هنكتب فيه ايه؟ هنكتب فيه dinner is ready. فال dinner is ready alt enter extract اوكي. ممكن نديله برضو margin top، فتيجي هنا ادي margin top 32 دي بي مثلا، و I guess كده كويسة يعني. فلما نيجي هنا نبص على الصورة، حد يقول لي طب انا دلوقتي عايز صورة مش عجباني، انا الصورة كده انا عايز املى الفراغات اللي على الجنب دي. طيب في انت عندك اتريبيوت لذيذ كده اسمه سكيل تايب. فالسكيل تايب ده بكل بساطة كده ممكن من خلاله تقدر يعني تشوف كل الاوبشنز دي وتجربها زي ما انت عايز، بس انا دلوقتي عايز املى الفراغات دي. ففي عندي هنا في حاجة اسمها فيت اكس وواي. ايه فيت اكس وواي دي بتعمل ايه؟ فبكل بساطة انت عندك دلوقتي الاكس او السين والواي اللي هي صاد، ففيت اكس وواي دي انت بتقول له كده املا لي اي حته فاضيه كده جنبيك، سواء بقى في الواي او سواء في الاكس، املاها لي بالصوره اللي عندك دي ايا كان حجم الصوره. فطبعا زي ما انتم شايفين الاندرويد بقى مبطط كده وبقى الشكل لطيف يعني، فانا طبعا مش هستخدم السكيل تايب اصلا يعني، هو كده كويس. طب افرض برضو حد مصمم ان هي بنفس السكيل كده وبرضو يكون شكلها كويس، فبرضو عندنا نفس السكيل تايب، وفي هنا جواها حاجه اسمها سنتر كروب. ايه سنتر كروب دي؟ دي بكل بساطة إن أنت دلوقتي الصورة عندك أهي طبيعية، فهو بيفضل يعمل زوم 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 للصورة دي لحد ما تملى أو ما توصل للحروف بتاعة اللي هي الحواف دي، سواء بقى كانت في الإكس أو في الواي. فأنت لو عملت هنا سكيل تايب وبالسنتر كروب، فهو بس هياكل يعمله هو إيه زوم للصورة دي. فدي شكلها ألطف بصراحة من فيت إكس وواي يعني، فهنخليها كده زي ما هي. بالنسبه بقى نيجي هنا للبوتن، فاحنا عايزين نعمل ايه في البوتن ده اصلا؟ احنا عايزين البوتن ده هنعمل كده اون كليك، عشان لما ادوس على البوتن ده يطلع لي بقى توست ويغير لي ايام عندي خلايا ايام شبعان، والصوره دي تتغير لما هيكون اكل الكوكي تقريبا يعني، الكوبايه هتكون فاضيه. فالاون كليك هسميه هنا بي تي ان كليك. وطبعا خلي بالك من حاجه، ان دي كده هتكون المفروض ميثود، فمفيش ميثود بتبدا بناون يعني، من الاخر كده اي ميثود بتبدا بفيرب، دي حاجه اعرفها ليك انت يعني. فسميها هنا كليك بوتن، اي حاجه بتبدا بفيرب يعني. والت انتر بتعمل ايه؟ كرييت كليك بوتن. وانت مجرد بقى ما تدوس على البوتن، اي حاجه جوه الميثود دي ايه يحصل لها كرييشن. فاحنا هنبدا بقى نعرف بقى كده تكست فيو، وهسميه مثلا تكست ايكوال، وانادي على الميثود بتاعتي فايند فيو باي اي دي، لانها بتدور على الفيو اللي عندك عن طريق الاي دي. واحنا عارفين الاي دي بتاعنا هو موجود فين، هو كده كده اصلا اي اي دي هتلاقيه هنا موجود عندك جوه ريسورس دي. ف ريسورس انت شايف قدامك ان هي ريز، فاحنا برضه بقى في الكود بنختصرها اكتر بنخليها ار كابيتال يعني. دوت
واحنا دلوقتي بندور على اي دي، فبكتب هنا دوت اي دي دوت، هبدأ بقى الاقي هنا حبة اتريبيوتس منهم تي في، اللي هو لو انا جيت دوست كنترول كده ودوست عليها هيجيبني ايه على اي ام جام بتاعتي. نفس الفكرة بالظبط، هعرف كده الايمج فيو بتاعتي اللي هو عن طريق الاي دي اللي اسمه اي في اندرويد. فهاجي هنا ادي ايمج فيو، سميه مثلا ايمج equal find view by id r.id.iv android. كده انا عرفت الاوبجكتس بتاعتي اللي هو text view والimage view. فاحنا اتفقنا لو انا عايز ادوس على التكست ده فانا هغيره، فهاجي هنا مجرد ادوس على البوتن هعمل text dot set text. لو مش فاكر setters والgetters هتلاقي هنا الاي ظهرت لك ودوس عليها عشان خاطر تفتكرهم. فادي هنا set text وهست التكست ايه التكست اللي انا عايز اعمل set بيه. فخلينا اول اصلا قبل ما نكتب ايه التكست خلينا كده عشان نكون شغالين كويس، فنيجي هنا في strings dot xml ونعمل هنا string، وهيكون النيم هنا مثلا او الكي بتاعي مثلا I am شبعان، وهنا ايه الفاليو بتاعته I am شبعان. نيجي نرجع بقى هنا، فهنا set text لو انت خدت بالك طبعا دي يعني methods overloading، ولو مش فاكر برضو methods overloading ارجع للفيديوهات الخاصة بيها. فهنا set text فيها حبة methods كده، منهم واحدة بتاخد char sequence وحاجة بتاخد integer. فالchar sequence دي انت بتستخدمها عشان خاطر لو هتكتب التكست على طول حاجة زي مثلا كاندرويد لو انت عايز تكتب كده، بس احنا عشان عارفين ان احنا ممكن نترجم الكلام بتاعنا في اي وقت، عشان كده احنا بنستخدم بقى الميثود التانية اللي بتاخد integer. فاصلا اي اي دي لو انت بصيت على اي في اندرويد فهو اصلا يعني بيكون لي value integer. نفس الفكرة للتي في، فانا باجي هنا هنادي على r string dot وانادي على الكي بتاعتي اللي هي I am شبعان. نفس الفكرة انا عايز اغير الصورة، فانا بقى هنا image dot وانادي على method اسمها set image resource، وهنا set image resource برضو هتبعت لها مكان الصورة اللي هو بكل بساطة r dot drawable dot after cookie. طب حد مش عاجبه set image resource برضو عندك هنا image dot set image drawable، بس دي انت كده بتبعت لها ايه drawable. فبتنادي بقى جواها هنا على get resources dot get drawable، وتقوم باعت لها برضو هنا r dot id dot after sorry r dot drawable dot after cookie. فطبعا زي ما انت شايف دي ابسط بكتير يعني من set image drawable، والاتنين بيشتغلوا نفس الشغل. فكده احنا خلصنا اول جزء، فخلينا كده نعمل run project ونشوف هيكون شكله عامل ازاي. فزي ما انتم شايفين كده هو فتح الابلكيشن، طبعا احنا ما كناش عاملين بادنج ولا اي حاجه فمش هنلاقي الشكل اللطيف قوي يعني. فاحنا ممكن سريعا كده هنبقى نعمل بادنج يعني، بس خلينا نتست الاول هو شغال ولا لا. انا كنت سايب البروجكت من الابلكيشن اللي فات عربي، فعشان كده جعان هي جايه ناحيه اليمين مش الناحيه دي يعني، عشان طبعا ده ابلكيشن بالعربي. فلما هنيجي هنا ندوس دينر از ريدي فهلاقيه عمل ايه، غير لي الصوره وهنا كتب لي اي ام شبعان. طب لو جيت دوست هنا، هو خلي بالك ان انا قلت لك كل ما هدوس على البطن ده هو بيروح يكسكيوت مين الميثود دي. فمعنى كده ان انا مجرد ما ادوس على البطن ده بيعرف تكست فيو ويعرف ايمج، وبعد كده سيت تكست وسيت ايمج لنفس ايه الحاجه. بس احنا اتفقنا ان احنا عايزين دينر از ريدي دي مجرد ما تدوس عليها كده ايه مره يعني يخلي الاكل خلصان، ومره يرجعه تاني يعني عشان خاطر نقعد ناكل فيه كل شويه.